مع الحرب لم تجد الموسيقى مكانا لها في ظل حكم الميليشيا التي نشرت ثقافة الموت بدلا من الفن، مما جعل الكثير من الفنانين يهاجرون للخارج. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. سلاح وزوامل وكلمة ما نبالي، هكذا أصبح الفن يقتصر على الزوامل فقط في عهد الحوثي، والرقص صار مقتصرا على جثث اليمنيين وأنقاض منازلهم المدمرة. هذه الأصوات لم تعد تستهويهم، فهي خالية من كلمة الموت وخالية أيضا من كلمات التمجيد للسيد أو الشيخ، هي فقط تنبض بالحياة المفقودة في أرجاء الوطن. الغناء لم يعد مسموحا به، وعزف العود تلك الآلة التي شاركت اليمنيين منذ القدم أفراحهم وأحزانهم أيضا لتصير جزءا من تراثهم، أصبحت اليوم تهمة يلاحق من يقوم بالعزف عليها. محمد الهاجري يملك أصابعا سحرية تتحول معها الموسيقى إلى نغمات حياة وفن، لكن أصابعه هذه كانت تهمة استحق عليها الملاحقة من قبل ميليشيا الحوثي، وجعلته يفكر جديا بالهجرة إلى الخارج. معاناتي في البلاد أول حاجة أنا أشوف أن حياتي معرضة للخطر بشكل كبير جدا. أنت كفنان عايش في بلد طغت عليها الميليشيات المسلحة ذات الطابع الديني والإسلامي، يعني زي ما تم تحريم الفن في عمران في صعدة، وزميل نبيل العموش هو صديقي وفنان وأعرفه أنا، للأسف حصل أنه كتبوا تعهد الميليشيات الحوثية أنه ما يزيدش يغني وممنوع أنه يغني ومنعوه من الفن، وحصل هذا أيضا هنا في بعض القاعات لبعض الفنانين، بس ما الإعلام ما وصلش للموضوع هذا. يقول الكثير هنا إن الفن الذي يعد في عرف الحوثي محرما ويمنع الاقتراب منه فقد منذ سيطرة الحوثيين على كل مظاهر الحياة، فمن سيفكر به أصلا والميليشيا التي حرمته محليا تطارد كل من يحترفه أو يحاول الاقتراب منه. للأسف للحالة اللي وصل إليها الفن اللي حاليا، مع أنه في ظل انتشار ثقافة السلاح والقتل اللي حاصل في المحافظات كلها، مما أدى بالكثير إلى توقف الفن، خصوصا مغادرة الكثير من الفنانين. محمد فنان مشهور وفنان كان يطمح أنه يوصل عزف العود للمستوى العالمي، للأسف 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 لأنه الوطن ما قدم له ولا حاجة. لكن البعض يرون بأن الفن لن يكون بأي حال من الأحوال مرتبطا بحالة الحرب أو السلم التي تعيشها أي دولة كانت. أي مجتمع تمر به حالة حرب، حالة سلم، حالة كذا، فأحيانا ما فيش علاقة بين السلم، إنه إذا في سلام الفن يزدهر، هذه العلاقة أعتقد إنه فيها علامة استفهام، أو إذا في حرب إنه الفن يزدهر فيها علامة استفهام، فالفن أعتقد ما لهش علاقة لا بالحرب ولا بالسلام. غاب النشيد الوطني والموسيقى والأغاني التراثية وحل بدلا عنهما الزوامل، دمرت الحياة بكل مظاهرها الجميلة من قبل ميليشيا لا تعرف إلا الموت وتدمير، وبعد تدمير كل جميل سيبحثون عن دولة، عن وطن، عن شيء ليحكموه، لكنهم لن يجدوه.